السلام عليكم خواتر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على محمد أخوتي. اليوم عندنا سويفت هذه معروفة كنز. سويفت هذه اللي بدلت لها جوانت كيلاس اللي جابها لي، اللي بدأت تتخلط وجابها لي ما تدورش مليح والماء يخرج على لي شابمون. المهم كانت فيها أمور بزاف وبصيفة نوض وطول وكل شيء. كملت له كل شيء يا اخي على الفيديو اللي حطيته وكيف كملتها وكلش راح بها مشى بها مولاها نهارين ولا ثلاثه عاود جاني عيط لي ديجا البارح بيتني نخمم قال لي الطوموبيل كي نديماري بها نمشي بها بالعقيله فيبريلي كيف كي تمشي بها بالعقيله فيبريلك هذه وليت نخمم ديفازار وليت نخمم لاشان ديكاليا باسكو انا نخدم لاشان بلا لي ريبير ما يسمعين غير ربي قادر لباها ولا حاجه وشنو متاكد منها انا لاشان تاعها ما بقاتليش يعني فيها اشكال ولا جامي خدمتها باللي روبير يقول لك قد ساعات نعمل لي روبير باه نعمل الفيديوهات ولا نوضح للناس بركه ونعلمهم انا ما نخدمهاش جامي باللي روبير مشكل قال لي فيبري كي قال لي فيبري جابها لي قلت له جيبها نشوفها ومن بعد كما يقولوا نهضروا جابها لي اليوم واش نشوف جربت الطوموبيل مشيت بها الطوموبيل شفتها لاباس عليها شفتها وين فيبري كي جيت ندخلها للكراج باسكو راهي تقعد عندي مولاها خدام كي جيت ندخلها للكراج لقيتها فيبري فيبراسيون في الواحد في الميكانيزم هي الميكانيزم تاعها عنده شهر من يبدلو كيما قلت لك نبدلو له نسيبو كلش عنده شهر من يبدلو قلت له ملي جيت عاود تتحل يقدر يكون الفولوم موتور هو كيفاه قاعدة تدير راح لي لومو دروك كنت نهضر فيه تبريدي شغل في اللمبرياج كيما نهز رجلي جيش تاع اللمبرياج تبريدي تما فيبري بزاف ميكانيزم اللمبرياج الديسك ما يحصلش مليح مع البلاطو قال لي عنده شهر من يبدل الميكانيزم عنده شهر من يبدل الميكانيزم دركا كي بديت نحل فيها كاين اشكال كاينه حاجه دوختني شويه راح نفرغ الزيت تاع لابوات شوفوا واش لقيت عمل تحت الحمد لله لا فويت تاع زيت لا حتى شيء يعني خدمة ما اللي خدمت الحمد لله يا ربي شوفوا واش لقيت بوشون تاع البولون تاع الفيدونس تاع الزيت على بواط ماهوش نيتواي الداخل ما فهمتش انا فرغوا لهاش الزيت ولا حلوا وش اسمه حلوا على الكاردون ديريكت فرغوا الزيت ولا كان نضيف ودخل بها في خماج ما عم باليش دركا عملت الفيديو دوك نحلو بإذن الله باه نشوفو لابان إكزاكت لداخل وين تكون وتستفادو أمام طو تستفادو من المعلومة هذه اللي يبدلو الناس اللي تبدل الميكانيزم ويبقالو نفس المشكل سيري بزاف لازم لي نحكم زيزيدين الناس اللي تبدل الميكانيزم يبقالو فيبراسيون في الطوموبيل ويبقى له بزاف اشكال كما يقولوا ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه سبسكرايب لايك كومنت ميكانيزم صح جديد يا اخوتي لابيتي مغريسيا بس شوفوا الفولوم موتور كيف هزيو صافي لكم ليماج فوالا فولوم موتور او هنا ديجا ما يعجبش ها وين كان البارتي شوف يبردي شوفوا فيه هادي كنت على البروتاج هادي دركا والله اني عندي شك حتى في الميكانيزم هذا والله العظيم
عم بليش مش من الميكانيزم اللي ركبوه. لا لا خوتي تشوفوا كيفا تشوفوا في اللاليني كيفا كاينه في بلاصه وما كانش في بلاصه. هاو الفولوموتر كيفا يكون اعوج. انا نمسحوا فيه درك عند تيرنر نمسح فيه. هاو يقيس في بلاصه وما يقيسش في بلاصه، يرحي ويحبس حتى يولي يرحي خلاص، ولا يسكت خلاص. يسكت خلاص ماشي يرحي خلاص، يسكت خلاص بها يولي قد قد. هاو الموتور عاوز تشوفوا تشوفوا لاباس عليه. هاو كنحطوه في الماشينة. هاي لاليني كاينة في النص بهسيين برك عرفناها عاوز ولا لا. هاو في النص كاين لاليني وبلاصة ما فيهاش كيما كي يكون بريدي لومبرياج. دوك انا نستنى واحد تاني يفد خلاص. سيدي بوند تاعو الزرقاء تاني يولي كامل يقيس على البلاصة تولي كامل بيضة كيما قاعد يدير كان هو بحديتها يوقف فيها حتى يولي كامل كيما راح. خوتي خرجت السويفت فضت مي بروتيش لومبرياج ما بقاش يبروتي داها مولاها جست لو باسكو راح الحال ما بقاش يبروتي الميكانيزم خرجت فضت خلاص. ما بقاش يبروتي الميكانيزم ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت.